مرحبا لكم من مينا جولف تور 2014. هالاسبوع رح نكون نحن وانتو بجولة الشيخ مكتوم دبي اوبن. زيارة هيدي المدينة هو بحد ذاته اثراء وتجربة ممتعة، ليست فقط عظمة افق انما اكثر من مجرد ان تراه العين. رحلة الى المدينة القديمة بهيدا المكان الرائع، نظرة ثاقبة بالتاريخ والتراث الثقافي، ولا ننسى مغامرة السفاري في الصحراء التي تعطي طعم الحياة. نادي البادية للغولف هو الملعب الغولف الوحيد بدبي اللي نظم بطولة الموسم من جولة المينا غولف تور، واللاعبين بيتكلموا بفخر لكرم الضيافة والتسهيلات، والمضيفين كانوا بيترقبوا هيدا الحدث حتى تبقى ذكرى حلوة. Obviously, this is a big tournament on our calendar at the Al Badia Golf Club Intercontinental, and this is our third staging of the MENA Tour, Shaikh Maktoum Dubai Open. So we've put a lot of preparation into the golf course. We've built new tees on holes 11 and 17, a new bunker on hole 11 as well, and we've tightened a lot of the fairways to make the golf course a little bit more challenging for the players. Last year we had a little bit of feedback that perhaps the course was a little bit too easy for them, so this year we've tried to make it a little bit more of a challenge. المسطحات المائية على حفر 11 و18 وبالطبع بار 72 له تصاميم خلابة وبتنتشر عبر أنهار من الرمال، بتقدم نظرة فريدة على المحيط حيث بتمتد على أكثر من 7000 يارد. وبالطبع فاز بجولة الميدل إيست ليدنج جولف بجائزة الورد ترافل أوردز 2012. It's a long-term process for us, and we'll always look to enhance the golf course. We probably won't do any further enhancements to the actual design of the golf course, but just we'll keep the focus on the condition and improving the green speed and the quality of the presentation. شهد الموسم الحالي من جولة المينا جولف علاقة غرامية مثيرة، حيث انه شهد 3 بطولات و3 فايزين مختلفين لعبوا بالنهائيات بالبلاي اوف بدبي جريك اوبن. شيء عظيم للمشاهدة هو السعي لرفع مستوى المنطقة من قبل لاعبين المينا جولف، وادى الى منافسة صحيحة. شعبية الجولة تقدمت بشكل ملحوظ بالاتجاه الصحيح، حيث انه تجاوز 100 اللاعبين مع دخول لائحة الجولة بهيدي الموسم. It's exciting to be part of Golf in Dubai and the MENA Tour, because I played the first year out when we had 4 tournaments, and there was a bit of a buzz and it was quite exciting then, thinking this could go really well, and bit by bit the tour is going the way we were hoping it to go. And it's this year there's more exemptions, more associations with the Asian Tour, with the European Tour, so it's good times. أوقات جيدة لشخص آخر أيضاً، الشاب الإنجليزي ماثيو فيتسباتريك اللي تحول إلى لاعب محترف بوقت باكر هذا العام. هذا الشاب اللي صنع تموجات بعالم الجولف منذ الانتهاء بنتيجة منخفضة ببطولة أوبن تشامبيونشيب 2013، وبيستحق إنه يكون سفير الجولف بدبي. Just really want to enjoy it and just do my best really. It's sort of nice to be an ambassador for golf in Dubai and really appreciate their sponsorship for having me really. So now I'm looking forward to it, and should be a good test on Monday. اجتاز اختبارات صارمة بسهولة متناهية بعد فوزه ببطولة الهواة عام 2013. أصبح فيتس باتريك من قمة التصنيف العالمي لهواة الجولف، وحصل على دعوة الماسترز من اليو اس اوبن اند ذا اوبن تشامبيونشيب 2014، لكن بعد بطولة اليو اس اوبن التحق بصف المحترفين وصادر اوبن تشامبيونشيب سبوت وأدخل الدور الكبير. I'd love to win majors, I'd love to be world number one, I'd love to play Ryder Cups. It's so many things in golf you can do, and I'd love to do all of them really. إذا استمر باللعب الجيد يمكن أيضا أن نشهد لاعب بطل بطور التكوين. سجل اللاعب المحترف جيك شيفرد رابح الأوردر أوف ميريت النتيجة جيدة باليوم الأول 5 تحت المعدل. اتمكن اللاعب بول دوهرتي من تسجيل 5 بيرديز ويكون بنفس النتيجة. سجل اللاعب الأسباني باتريك سيمرت نتيجة مماثلة وكان بصف الصدارة.
طور اللاعب الشاب مات نفسه باليوم الثاني بخمس بيرديز وكان من ضمن باد تريك على الحفرة 7 لحتى الحفرة 9. قفز اللاعب التشيكي سيريل سوك إلى المركز الثاني. حصل اللاعب لوك جوي رابح دبي غريك أوبن على بوغي لكنه شاء طريقه بين المتنافسين بأقل من يوم. بعد الافتتاح بيومين تشارك الإنجليزيين الصدارة، أما اللاعب التشيكي سيريل سوك أقل بشوطة. أما اللاعبين ستيوارد أرتشيبيلد وباتريك سيمرد كانوا بمنافسة قوية مع دورتي، نيومان وماكدونالد. سجل اللاعب باتريك سيمرد على الحفرة رقم 1 بوغي بعد بار بوت وكانت تيشوت سيئة ووصلت الطابع على الرمل ونزلت النتيجة ل 2 تحت المعدل. حصل اللاعب بول دورتي على الحفرة رقم 2 بيردي ووصلت النتيجة ل 3 تحت المعدل. حصل اللاعب ماتيو فيتس باتريك على بيردي بعد بيردي طويلة على الحفرة رقم 2 وأصبحت النتيجة 7 تحت المعدل. حصل اللاعب باتريك سيمر على الحفرة رقم 3 على بوغي بعد 3 بوغي متتالية وبتنزل النتيجة لليفل بار. سجل اللاعب سيريل سوك على الحفرة رقم 5 بالشوطة الثالثة شوطة بعيدة جدا ب 8 فيت. اللاعب ماثيو فيتسباتريك على الحفرة رقم 5 والشوطة الرابعة شوطة بعيدة والطابة بتنزل بالمي وبيحصل على بوغي. بول دورتي من جديد على الحفرة رقم 7 وشوطة البيردي بعد ما حصل على بيردي على الحفرة الثانية وعلى الحفرة الرابعة الطابة بتدخل وبتنزل النتيجة إلى 5 تحت المعدل. سيريل سوك وبحفرته رقم 8 وشوطه الثالثة بيكونوا لليوم عنده 2 بيردي متتالية وبيكون بالصدارة. لوك جوي والحفر رقم 8 وشوطة البيردي إذا دخلت بتكون أول بيردي إله لليوم بيكون بالصدارة مع سوك. ستيوارد أرتشيبيلد هو الحفر رقم 9 وشوطة البار بوت إن الطابة ما بتدخل وبيحصل على بوغي. لوك جوي هو الحفر رقم 9 والشوطة الثاني شوطة طويلة جدا إنما لوك جوي بيحصل على بيردي وبيكون هو المتصدر بثمانية تحت المعدل بشوطة واحدة أكثر من سيريل سوك. ستيوارد أرتشيبيلد هو الحفر رقم 10 وشوطة البيردي
الطابة بتدخل وتستورد بيصير 3 تحت المعدل. شيخ مكتوم دبي أوبن، بعد اللعب على 9 حفر تمكن اللاعب لوك جوي من تسجيل 8 تحت المعدل ويكون بالصدارة، أما سيرال سوك بالمرتبة الثانية ب7 تحت المعدل، أما بول دورتي احتل المرتبة الثالث بنتيجة 6 تحت المعدل. اللاعب سيرال سوك والحفر رقم 10 والشوطة الثالثة شوطة جيدة جدا والطابة بتدخل وبتصبح النتيجة 8 تحت المعدل بالتعادل مع لوك جوي. برنارد نيومان والحفر 11 وشوطة البيردي، الطابة ما بتدخل وبيحصل على بار، بتدخل وبتبقى النتيجة 3 تحت المعدل. اللاعب المتصدر لوك جوي وحفرته 10 والشوطة الثانية شوطة طويلة، إنما الطابة قريبة جدا من الحفرة، شوطة جيدة جدا. اللاعب سيرال سوك والحفرة 11 وشوطة 184 يارد، نذكر انه شوطة واحدة الفارق بين لوك جوي وسيرال سوك بيكون بالمركز الثاني، انما الطابة بتوصل بالمي. لوك جوي وشوطة البيردي، شوطة قريبة جدا وبيردي سهلة، الطابة بتدخل وبتصبح النتيجة 9 تحت المعدل بفارق بس شوطة بين سيرال سوك. سيرال سوك من جديد وشوطه الثالثة على الحفر رقم 11، شوطة صعبة شوي عم بيركز عليها، إنما الطابة بتدخل وبتصبح النتيجة 9 تحت المعدل بالتعادل مع لوك جوي. بول دورتي من جديد على الحفرة رقم 13 وشوطة البيردي بعد البوغي اللي حصل عليها على الحفرة رقم 12، كمان الطابة انما قريبة ما بتدخل وبيحصل على بار. اللاعب كارلوس بالماسيدا والحفرة رقم 14 وشوطة البوغي، اللاعب الاسباني، الطابة كمان ما بتدخل وبيحصل على دبل بوغي، بتدخل الطابة. اللاعب لوك جوي من جديد على الحفر رقم 11 بعد ما احتفظ بشوطة البار بوت السهلة والقريبة جدا، الطابة بتدخل وبتبقى النتيجة 9 تحت المعدل. جولة المينا جولف الشيخ مكتوم دبي أوبن، احتل اللاعب لوك جوي المركز الأول بنتيجة 9 تحت المعدل، أما اللاعب سيرال سوك النتيجة كانت 8 تحت المعدل بالمركز الثاني، أما اللاعب بول دوهرتي بقى بالمركز الثالث بنتيجة 5 تحت المعدل. نبقى مع اللاعب بول دورتي اللاعب الاسكتلندي والحفر رقم 14 هو شوطه الثاني، شوطة طويلة انما قريبة جدا على الحفرة وبتعطيه بيردي سهلة لاحقا. المتصدر من جديد لوك جوي على الحفر رقم 13 والشوطة الثالثة، طابة قريبة جدا جدا من الحفرة. بول دورتي والحفرة 14 وشوطة البيردي، بيردي سهلة جدا وقريبة، بتدخل وبتصبح النتيجة 6 تحت المعدل.
لوك جوي وشوطة البيردي على حفرة 13. كمان بتدخل وبتصبح النتيجة 10 تحت المعدل، بيكون المتصدر بشوطة واحدة. سير السوق من جديد على الحفرة رقم 14 وشوطه الثاني. وطابي ذكية ورائعة جدا وبيردي سهلة كمان. بول دورتي من جديد على الحفرة 15 وشوطه الثاني. إنما الطابي ما بتدخل مع إنها كانت كتير قريبة. سير السوق وشوطة البيردي على الحفرة 14 قريبة جدا، والطابة بتدخل وبتصبح النتيجة 9 تحت المعدل بفارق بس نقطة واحدة بين لوك جوي. سيوارد أرتشيبيلد من جديد على الحفرة 16 وشوطة البيردي. بيردي طويلة انما ما بتدخل مع انها كانت كتير قريبة وبيحصل على البار. سير السوق وشوطة البار بوت على الحفرة 15. اوه ما بتدخل وبيحصل على بوغي. بوغي قريبة كمان. بتدخل وبتنزل النتيجة لـ8 تحت المعدل. لوك جوي وشوطة البار بوت على الحفرة رقم 14. بتدخل وبتبقى النتيجة 10 تحت المعدل. جولة المينا جولف شيخ مكتوم دبي اوبن. حافظ اللاعب لوك جوي على الصدارة بنتيجة 10 تحت المعدل بفرق شوطين عن اللاعب سير السوق. سير السوق من جديد على الحفرة رقم 16 وشوطه الثاني. بنذكر انه سير السوق هو المرتبة الثانية بعد لوك جوي. طابي قريبة جدا على الحفرة. لوك جوي والحفرة 15 وشوطة 217 يارد. شوطة طويلة إنما الطابة بتوصل بالمي. سير السوق من جديد والحفرة 16 أو شوطة البيردي. بيردي سهلة وقريبة إنما ما بتدخل وبيحصل على شوطة البار. بار قريب بيدخل وبتبقى النتيجة 8 تحت المعدل. الانجليزي لوك جوي وحفرته ال 15 وشوطة البوغي. طابة بتدخل وبتنزل النتيجة لـ9 تحت المعدل بفارق بس شوطة بين اللاعب التشيكي سير السوق. بول دورتي من جديد والحفرة 18 الحفرة النهائية وشوطة البيردي. الطابة بتدخل، طابة جيدة جدا وبتصبح النتيجة 6 تحت المعدل. لوك جوي وحفرته 16 وشوطه الثاني. المتصدر لوك جوي. شوطه طويله. طابي قريبه من الحفره بتعطيه بيردي سهله لاحيان. سير السوق وحفرته 17 وشوطه البار بوت. طابي قريبه. بتدخل وبتبقى النتيجه 8 تحت المعدل. لوك جوي والحفرة 16 وشوطة البيردي. بيردي قريبة. اوه انما بتدخل، بتوقف قريبة جدا وبيحصل على شوطة البار. سير السوق من جديد والحفرة 18
وشوطه الثاني شوطه طويله جدا انما وصلت بالرمل. لوك جوي الحفره 17 وشوطه البيردي بيردي طويله المتصدر الانجليزي انما الطابه كمان ما بتدخل بعيده عن الحفره. سير السوق والحفره 18 الاخيره وشوطه الثالثه لازم يعدل النتيجه كمان ليكون بالصداره انما شوطه ذكيه انما قريبه من الحفره. لوك جوي الحفرة 17 وشوطة الباربوت بتدخل وبتبقى النتيجة 9 تحت المعدل. اللاعب سيرال سوق والحفرة رقم 18 وشوطة البيردي. سيرال سوق بنذكر انه بالمرتبة الثانية وبتدخل البيردي وبيصبح هو بالصدارة مع اللاعب لوك جوي. نهار جيد جدا لهم. لوك جوي وحفرة 18 والشوط الثاني لوك جوي هلا هني بالصدارة مع اللاعب سيرال سوق انما الطابة بتوصل بالرمل وبعيدة جدا عن الحفرة. لازم تكون شوطة ذكية جدا كرمال يكون ويكمل بالصدارة لوك جوي بالحفرة 18 وشوطه الثالثة والطابي جاي على الحفرة جاي قريبة قريبة انما الطابي ما بتدخل حرام ضاعت ضاعت. كتير مصدوم لوك جوي فعلا فعلا طابي بتطير العقل ما دخلت. لوك جوي بيحصل هلا على شوطة البار الشوطة الخامسة انما كمان الطابة ما بتدخل وكمان قريبة جدا كانت. لوك جوي بيعصب هون اكيد معه حق معه حق مع انه كان نهار جيد جدا له للوك جوي. الانجليزي فيتس باتريك البالغ من العمر 20 سنة بيحصل هلأ على شوطة البيردي على الحفرة رقم 18 مع انه كان نهار سيء جدا لإله وهو كان بالصدارة ببداية المباراة. الطابة بتدخل وبتنزل النتيجة لليفل بار. لوك جوي الانجليزي والحفرة 18 بعد ما كان بالصدارة هلأ مبين عليه كتير زعلان ومعصب اكيد لانه اخذ الدبل بوغي والنتيجة نزلت لسبعة تحت المعدل. شيخ مكتوم دبي اوبن الباديا جولف كلاب دبي احتل سيرال سوق المركز الاول بنتيجه 9 تحت المعدل اما اللاعب لوك جوي المركز الثاني بنتيجه 7 تحت المعدل واحتل بول دورتي المركز الثالث بنتيجه 6 تحت المعدل. Around 15 I saw that I was one back and then when I was playing 18 I saw that I was still one back and so I tried to go for it on 18 and I hit it a bit right. Still managed to make birdie. And then unfortunately, yeah, I had some bad luck and came out. Starting with the Shaikh Maktoum Gold Foundation Award, which is recognizing our MENA nationals and their performances at each tournament, starting with the amateurs. And in first place, winning vouchers at the Al Badia Golf Club Pro Shop for 1,835 dirhams from Morocco, Yassine Touami. And winning the professional division for the Sheikh Maktoum Gold Foundation Award, also from Morocco, Younes El Hassani. Our leading amateur in this week's event with scores of 74, 76 and 69 for a 3-over total of 219 from England, James Allen.
and our 2014 Shaikh Maktoum Open champion with scores of 71, 68 and 68 for a 9-under total of 207 from the Czech Republic, Cyril Souk. مبروك للاعب التشيكي سيرال سوك رابح جولة شيخ مكتوم دبي أوبن 2014 لأول مرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.